تحفيز كل مشاهدي نجوم الاستوديو التحليلي، زي طبعا ما قلنا كالعاده مباريات متتاليه، تلاحم مباريات كبير اليوم على موعد في مباراه الاهلي وحرس الحدود في استاد الماكس ان شاء الله في الساعه 9 مساء. كل التوفيق للنادي الاهلي في البدايه ان شاء الله، 3 نقاط المباراه يكونوا من نصيب للنادي الاهلي. زي ما قلنا كابتن سيد، رغم حاله الاجهاد الكبيره جدا اللي بتقدر فريق للنادي الاهلي، تلاحم المباريات كل 72 ساعه مباراه امر صعب شويه على فريق النادي الاهلي نظرا لمشاركته في البطوله الافريقيه، البطوله العربيه، وايضا كمان بطولة الدوري العام. لكن في مجهود كبير بيبذل من مستر مايكل اندمان مخطط الاحمال، الاسيست كمان للمساعد لكابتن حسين عبد الدايم طبعا اللي بيقوم بمجهود كبير جدا في الريكفري، اللي ما فيش وقت بصراحه ان يكون في ريكفري للعيبه. وزي ما انت عارف يا كابتن سيد، عدد كبير من اللعيبه مش موجودين في قائمه المباراه، عدد كبير بيشتكي من الاجهاد على راسهم الشناوي وميدو جابر وايضا كمان احمد فتحي. لكن لو بخص الشناوي، يمكن الشناوي كانت حصلت ليه كدمه في المباراه الاخيره وقبل كمان التسخين في مباراه وادي دجله، اشتكى منها مع كمان العضلة الضمة. ميدو جابر اشتكى من العضلة الخلفية. أحمد فتحي يمكن إجهاد بشكل عام، لكن إن شاء الله الثلاث لاعبين دول بإذن الله يكونوا جاهزين على مباراة كامبالا سيتي للنادي الأهلي، مستمر هنا في برج العرب حتى إن شاء الله هذه المباراة اللي هتكون يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب. لو برجع معاك سريعا أنا كابتن سيد، دي القائمة الخاصة بفريق للنادي الأهلي اللي بتضم 20 لاعب: شريف إكرامي، علي لطفي، سليف كولوبالي، حسام عاشور، هشام محمد، مروان محسن، سعد سمير، محمد نجيب، عمرو السلية، أيمن أشرف، محمد هاني، إسلام محارب، وليد أزارو، أكرم توفيق، وصلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، وليد سليمان، ناصر ماهر، حمودي، وعلي معلول. عدد كبير زي ما قلنا مستبعد، 14 لاعب خارج قائمة النادي الأهلي سريعا: الشناوي، ميدو جابر، أحمد فتحي، مؤمن زكريا، كريم ندفد، بكماني، محمد شريف، أحمد الشيخ، باسم علي، وصبري رحيل، أحمد حمدي، وأحمد علاء، محمود الجزار، ووليد سليمان. لكن لو بخص بالتحديد وليد سليمان اللي ترك معسكر فريق النادي الأهلي، ومن خلالك ومن خلال ملعب الأهلي بنتقدم بخالص العزاء لوليد سليمان في وفاة خاله، واحد من اللعيبة المجتهدين جدا، كان متواجد كالعادة في معسكر فريق النادي الأهلي، لكن فور تلقيه خبر وفاة خاله ترك طبعا المعسكر بالتنسيق مع الكابتن محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة المدرب العام ومستر باتريس كارتيرون. بنتمنى كل هذه الغيابات لن تؤثر على النادي الأهلي، والتأكيد اللي كان في المحاضرة اللي أكيد انتهت من كان الكابتن طبعا محمد يوسف ومستر باتريس بيأكد على احترام فريق حرس الحدود. لابد كل لعيبة النادي الأهلي المتواجدين في القائمة وخارج القائمة يكونوا جاهزين بنسبة 100% في سياسة تدوير كابتن سيد خلال المباراة اللي فاتت، وهتكون كمان في المباريات القادمة. بنتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة اليوم الأهلي وحرس الحدود من نصيب النادي الأهلي، إن شاء الله تكون مباراة جيدة. النادي الأهلي يحاول إن هو بإذن الله يسعى إلى 3 نقاط كعادة فريق النادي الأهلي. كل الأمور ماشية بشكل طيب جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي، ينقص النهاردة كل التوفيق إن شاء الله كابتن سيد، وبإذن الله إن شاء الله عقب انتهاء هذه المباراة كالعادة كلنا فرحة مع فريق النادي الأهلي، وعدد كبير كمان من اللقاءات لاعبي النادي الأهلي والجهاز.